حضراتكم كمان ليه اتصالات البرلمان توافق مبدئيا على قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. لجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب برئاسه النائب نضال السعيد وافقت من حيث المبدا على مشروع قانون الحكومه حول مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، واتكلموا قالوا ان المشروع ده لا يتضمن اي نص لتقييد الحريات ولا حق المواطن في الدخول مثلا على الانترنت وشبكات الاتصال، لكن في تشجيع على استخدامها. خلينا نشوف تفاصيل كتير عن هذه الموافقة المبدئية ومشروع القانون والتفاصيل دي على مع سيادة النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب. سيادة النائب صباح الفل. صباح الفل يا فندم. خليني أعرف من حضرتك هذا القانون والموافقة المبدئية عليه وتفاصيله واقفة معاه كده. هو طبعا القانون ده هيبقى انتصار كبير للبرلمان المصري الأول، وأعتقد إن هو ده أهم وأشمل قانون للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وده القانون اللي خلاني انا شخصيا، انا ضابط شرطه يعني قبل ما اكون نائب، ده القانون اللي خلاني اركز في اللجنه وما اروحش لجنه الدفاع والامن القومي، لان انا شايف ان اخراج هذا القانون هو بمثابه امن قومي مهم جدا للدوله المصريه، او اتجاه في الامن القومي مهم جدا. القانون اتناقش من حيث المبدا، وطبعا كلنا وافقنا عليه، وهو بالعكس متاخر جدا، تقدم بيه عدد كبير من النواب. كنا كلنا بنهدف ان احنا نعمل القانون ده ويكون هديتنا للشعب المصري لضبط مجتمع السوشيال ميديا اللي كله انفلات دلوقتي، خلاص كله انفلات، والسب والقذف والجرائم بترتكب كانها حريات. ازاي بقى هيتم الضبط ده يا فندم؟ اللي طبعا اتحط مواد عقوبات يعني تحد من هذه الجرائم، اتمنع دخول بعض المجرمين على المواقع اللي تخص الامن القومي زي المخابرات، اتحط مواد فيها ازاي نحمي المستخدم الفيسبوك ومستخدم السوشيال ازاي ميديا. ازاي يا فندم هنمنع دخول المجرمين؟ هنحددهم ازاي؟ لا يا فندم، لها اجراءات تقنيه فنيه عاليه جدا، مباحث في الانترنت بتشتغل بيها باسلوب فني وبيوصل لصاحب كل صفحه، وبعد كده بيتحط قانون بقى للقاضي يلتزم بيه في عقابه. الامر خلي بالك حاجه، بس عايز اقولها مهمه جدا، ان احنا هدفنا في القانون ان احنا نحمي الحريات ديت ونمنع الجرائم اللي ترتكب عليه بصفه دوريه ويوميه، وفي نفس الوقت نحافظ بصوره عاليه جدا على الحريات، وخصوصا انا بتكلم مع اعلاميه، فدائما ما يصل الاعلاميين تحديدا والصحفيين ان القانون ده قد يقيد الحريات. لا يا فندم، لا يا فندم، انا ما قلتش كده لحضرتك، انا بسالك بس. لا انا مش بقول على لسان حضرتك، انا بقول لك لان دي تخوفات اتقالت لنا من صحفيين كتير، واحنا رسائل بنشتغل عليها في اعداد القانون. تمام، في بنود تانية تحب حضرتك تتكلم عنها يا فندم داخل هذا القانون؟ وخلينا نقول ان الناس متخوفة من فكرة ان احنا نكون عارفين شخصيات الناس اللي موجودة والتفاصيل دي وارقام الهواتف والقصص دي، هل الموضوع هيكون بالشكل ده ولا ليه شكل اخر؟ لا الناس خايفة برضو، ده تخوف تاني من مراقبة صفحاتهم وبياناتهم الشخصية. لا ده هو ده داخل القانون، وفي قانون موازي لحماية البيانات الشخصية، ده يعني حتى فيه مادة لما طالبت بيها ان احنا نمنع المواقع الاباحية عن الاطفال بان نخلي الدخول على المواقع الاباحية بالرقم القومي، كان فيه تحفظ على ان حتى الرقم القومي بتاع المواطن ان اضطروا يدخلوا على السوشيال ميديا، لان ده فيه شيء من التخبر عن معلومات المواطنين داخل الدولة المصرية. احنا حريصين جدا جدا ان يتعمل قانون يحقق العدالة، يحقق الامان اثناء استخدام السوشيال ميديا، يمنع جرائم كتيرة بترتكب يوميا زي ابتزاز القاصرات، زي سرقة الرصيد عن طريق الماستر كارد، وزي نقل الرصيد من بنك لبنك. في جرائم كان القاضي دايما بيجتهد في ان هو يعني يقيسها على القانون، يقيس بيها على القانون العام، وكان بيميل القاضي للبراءة. ناقشنا، وده كان اقتراحي انا شخصيا، ان هل يجوز ان احنا نعمل نيابة متخصصة في الجريمة الإلكترونية، جريمة تقنية المعلومات، ان يكون في نيابة مختصة مدربة جيدا، ويكون الامر يعرض على المحكمة الاقتصادية، محكمة الشؤون المالية، ولا
هنخلي الموضوع في النيابات العامة وندرب عدد كبير من السادة محامين الشعب يعني أعضاء النيابة العامة. تمام. ويبقى الكلام ده ينظره القاضي في المحاكم الجنائية، ندي توسع. ناقشنا إن يكون استقريتوا على إيه بقى يا فندم؟ هو طبعا الكلام ده كله كلام انطرح امبارح، ورغم إن كان الموضوع امبارح في اللجنة على مناقشة القبول والرفض فقط من حيث المبدأ، ولكن تداخل في الأمر مناقشات كثيرة جدا جدا، وكان ده دل على شيء يدل على أهمية القانون، وإن مصر اتأخرت قوي في إخراج هذا القانون، ولكن الحمد لله إن جه الوقت إن احنا نخرج للشعب المصري قانون يحميه على المجتمع الافتراضي السوشيال ميديا. وحضراتكم بتحطوا هذا القانون بالتأكيد في قوانين عالمية سنت من قبل بخصوص الجرائم الإلكترونية وغيره، هل استعنتم بمثل هذه القوانين؟ أكيد طبعا، هي الحكومة اللي قدمت المشروع على فكرة، وطبعا عشان تقدم هذا القانون لازم تطلع على قوانين دول عملت قبلنا. حضراتكم كمان يا فندم عشان تناقشوه أو توافقوا عليه لازم تكونوا مطلعين بالتأكيد. طبعا طبعا. وبعدين الامر مش بس مجرد الاطلاع، في حاجات اهم من كده، وهي يعني تمثيل الشعب المصري في كل اوجاعه وكل المخاطر اللي كانت بتحاك ليه، وكمان حمايته. يعني انا اقول لسيادتك على ماده مهمه جدا جدا اتناقشنا فيها، وكان وكيل او نائب رئيس البنك المركزي محافظ البنك المركزي كان موجود واتكلمنا فيها. احنا حاطين مواد تمنع الدخول والعرس على المواقع الامنيه زي القوات المسلحه والمخابرات العامه والمواقع المعلوماتيه الهامه. يعني ازاي يا فندم؟ هي المواقع دي كان بيتم العبث فيها اصلا؟ اكيد طبعا. اكيد انت عندك هاكر من كل دول العالم، وعندك ناس من الداخل والخارج. طيب هو الهاكر يا فندم، معلش نقطه دقيقه بس عشان الكلام ده دقيق جدا بالنسبه لي، الهاكر لما بيدخل احنا بنوصل له في النهايه بانه عبث بمثل هذه المواقع اللي حضرتك بيتكلم فيها وما بيتمش التعامل معاه قانونا؟ بالظبط. الحد ما كانش بيتم التعامل معه قانونا حتى لو وصلنا له. لحظه بالظبط، لحد اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي، الدخول على المواقع والدخول على صفحاتك الشخصيه لا يجرم، مفيش جريمه، مفيش نص يعاقب حد حاول يدخل على موقع حتى لو موقعك الشخصي او موقع يمثل امن قومي للدوله. عشان كده كان لازم بقى ايه نحط بقى ضبط. بالظبط، نحط هذه الماده. طيب الحاجه المهمه، اذا دخل احد اطفالنا او احد الرجال العابسين دون قصد جنائي، يعني راجل بيلعب على الكمبيوتر لقى نفسه داخل على موقع الخاص بامن قومي مصري بالبنك المركزي بالقوات المسلحه المصريه، ولكن الراجل ده دخل عن طريق الخطا، هل ده هنعاقبه؟ حطيت حاجه اقتراح مهم جدا، ان في هذا الشان عشان خاطر حتى احنا بنحافظ يعني ان انت تبرئي 1000 متهم ولا تظلمي بريء واحد، هي دي القاعده في روح القانون، القاعده القانونيه المهمه. عشان كده اقترحت انا شخصيا ان احنا في هذا الامر اذا حد دخل العبس على موقع يمثل امن قومي للبلد ما يبقاش القانون صم ويعاقبه فقط، ولكن قلنا ان اتحط فيه بعد ادراج بعد اجراء التحريات الامن الوطني على اساس اذا كان الراجل ده يهدف فعلا التخريب، هل هو له خلفيه تمثل يعني انضمامه لجماعه ارهابيه يشكل خطر على الامن القومي، ولا مجرد طفل او راجل عادي كان بيعبس ودخل بطريق الخطا. يعني احنا بنحط مواد العقاب وندور ايه اللي يحمي المواطنين كمان من هذا العقاب.